2 3 4 5 6 7 8 8 افكار راح نتناولها للاطفال في كيف نعزز الثقه بالنفس فيه. طيب ناخذ الفكره الاولى، شجع لتنميه الهوايات. يعني عيالنا واطفالنا من نكتشف ان عندهم هوايات معينه لازم يصير عندنا دور تشجيع لهم، نشجع. يعني بعضهم يمكن عنده ميلان للفن، بعضهم عنده ميلان للصوتيات، بعضهم عنده ميلان للحركة، الجانب الرياضي والحركة عنده أقوى، بعضهم لا، تشوفونه مثلا قاعد بس تشوفون مخه ترى يشتغل، ها يحب تنسيق. مثلا لما يصير عندكم مزهرية في البيت ولا زهور يطالعها، يحط الصفرة ورا، يجيب الحمراء، يحط الخضراء، يقول مثلا ماما ليش ما نشتري وردتين صفر؟ انت من يقول لك ليش ما نشتري وردتين صفر لازم تعرفين انه هذا عنده موهبه، هذا عنده هوايه. يعني اي سالفه يسولف فيها الطفل دائما انتم حللوا انه هذه عباره عن موهبه او عباره عن هوايه. دورنا تشجيع، دورنا دعم. اذا كانت هوايه يعني مو متقبلتها، اذا انت مو متقبله الهوايه تشوفها غلط، تشوفينها غلط. مثال موسيقى، وايد تجي وايد تعزف تحب تغني هي تحب تغني، حتى بالمدرسة ياخذونها يحب تغني وانا ما عاجبني هذي الشيء، بس ما اقدر يعني ادير طيب. مدرسة ولا تقفها يعني، بس احب اتأذى. شوفها يعني ترى شوفها يعني كونها تحب تغني البنت، ها هي بنت؟ اي بنت، معناته عندها صوت جميل عادي. اي زين، في هالحالة قد يكون عندها ميول للفن. اي صح. طيب احنا عندنا ممكن نسوي لها ميول، يعني انت الحين عندك الاغاني، هي الاغاني شنو؟ الأغاني أصلها أبيات شعرية، وبيت الشعر فيه شعر هادف فيه شعر مبتذل، فأنا ممكن أدخلها على الشعر الهادف ويصير عندها حب للأدب، حب للشعر، وممكن هي تلحن الأشعار، ممكن أستثمر هذا الصوت بالقرآن. يعني أقصد أنه ممكن أنت تنمين فيها كل هالجوانب. يعني أنا بالنسبة لي أنا ما أشوف فيه هواية غلط، كل الهوايات ممكن أنا أوظفها توظيف صحيح، بس المهم اني انا اوظف. وبعدين دعموا الهوايات، دعموها. يعني انا عندي واحد من الاباء يقول لي انه ولدي كله ياخذ القلم الالوان ويشخبط على الجدران. قلت له شو تسوي؟ قال انا اطقه. قلت له طيب حليت المشكله؟ قال لا والله يزيد. طيب يعني طيب هو يمكن عنده هوايه تلوين بس مو مقتنع، يقول اعطيته كراسه دفتر ما يلون، يبي جدران مساحه، يبي مساحه كبيره اللي قاعد يشخبط وكذا. طيب انت كم غرفه عندك ببيتك؟ قال احنا شقه ثلاث غرف نوم. طيب ولدك بغرفه بروحه؟ شي يقول لي اي والله. قلت له زين الغرفه كم جدار فيها؟ اربعه. قلت له خصص له جدارين، قل له بابا هالجدار وهالجدار مني انا لك هديه، بعطيك الوان، شخبط بهالجدارين مثل ما تبي. لا في ماده ممكن المادة تستخدمها، صح صح صح، المادة ممكن. وفعلا تمام زين، وفعلا هذا الأب خصص له جدارين، صار الولد فنان فنان. طبعا هذا لما كبر صاروا ينادرونه، وبعدين تخصص هندسة ديكور، صار روعة. الآن عنده حساب الانستغرام يعني أتباعه أكثر من ربع مليون، لأن عنده صار ذوق. بس الاب نمى فيه الموهبه. انا هاي اللي قاعد اقول لكم، اي هوايه او موهبه دعموها بكل ما تملكون من قوه. هذا واحد. اثنين، جرب كل جديد. شلون نعزز الثقه بالاطفال؟ نخليه يجرب كل شيء، اي شيء، يعني حتى على مستوى الاكل. تعرفون العنب، مو اكو عنب اخضر؟ اكو عنب اسود، وهو متعود ياكل عنب اخضر. يقول ماما هاي شنو؟ يقول هذا عنب. عنب اسود؟ يعني أنا بس أسود؟ لا ما بي. أنتم في التربية لازم ماكو شيء اسمه ما بي. جرب كل جديد، هذه قاعدة تربوية. جرب كل جديد. طبعا لما هو يكثر تجارب معناته ازدادت عند الخبرات، زادت الخبرات معناته زادت الثقة بالنفس. انتبهوا. وش اللي يخلي الإنسان ضعيف الثقة؟ ما في خبرات، ما في تجارب. فانت على مستوى الاكل خلي يجرب. دكتور اذا رفض، اذا رفض
سوي التريك يعني حيلة ولا زين أنا بقصلك العنبة بالنص وذوق نص يذوق النص لكن ما تعجبه مخالف بس جرب أنا ما يهمني إنه يأكل أصلاً أنا يهمني يجرب أنا يهمني يدخلها بالتسجيل ماله إنه في يوم من الأيام جرب عنب لونه أسود فهمت الفكرة؟ كذي أنا قاعد أوسع قائمة التجارب عنده تمام؟ طبعاً خذوها بالرياضات خلي جرب جرب خيل جرب سباحة جرب كرة جرب نطاطية يعني أنتوا كل ما تكثرون تجارب أفضل لكم بعدين حتى أنتوا بالإجازات مثلاً جمعة والسبت وين تودون عيالكم؟ رماية شاليه بحر يعني أماكن ترفيهية زين سؤالي الأماكن الترفيهية متكررة؟ تقريباً حاولوا ما تكررون هو يختار دكتور على حسب اختياره مخالف إذا هو يختار خليها 50-50 لأنه ترى ما يعرف 50% حقه 50% حقي طيب بابا احنا بنروح اليوم 4 ساعات بنلعب اختار كيتزانيا مثلا صح؟ طيب بنروح هناك ساعتين بعدين في حديقة توهم مسوينها جديدة حديقة الشهيد بنروح نتمشى فيها ساعتين كذي انت عطيتي خبرة جديدة يمكن ما تعجب الحديقة هذا حق كل الأعمار ما يهمني أنا أي كل الأعمار يمكن ما تعجب الحديقة مخالف لا تعجبه بس شنو ضاف عندي أنا عنده خبرة جديدة انتبهوا هذه مهمة في الثقة بالنفس مشكلة إذا ما عجبه أتحبط أنا لا 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 تحتب لا لا تحبطين أبداً 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 بالعكس دكتور عفوا في شغلة حتى بالمنيو بالمطعم يختار نفس الأكل لحظة هاي سؤال مهم إذا نودي المطعم كل مرة نروح المطعم يختار نفس الوجبة غير المطعم ونفس الأكل شوفي الأطفال نوعين في أطفال إحنا نسميهم نظاميين هذا مو بس بالأكل حتى بلبسه كل شيء حتى لما تشوفين مثلا وين يقعد بالسياره دائما يقعد نفس المكان هذا نظاميين في اطفال ترى كذي ها التغيير عندهم صعب بس انت على دورك هنا كأم او كأب دورك في انك انت توسع القائمه مالتها طيب ذوق هذه زين جرب هالوجبه او شو تسوين احيانا انت تسوين فيهم مقلب خلينا نقول مثلا هو يحب العيش مع الدياي مثلا هذه وجبتها المفضلة مجبوس زين طيب روحي مطعم تايلندي ما عندهم مجبوس عيش تايلندي ما ياكل معصب ما ياكل والله العظيم ما ياكل دكتور والله عم قد ما يطلع معاه عسر حيل عسر بالاكل حيل زين حتى لو ترغبون ممكن تمهيد يعني اقول شيء قبل لا هذا اكتب معاه ترى هاي فكره ذكيه انك انت اذا ما عجبني ما اكل خالف اذا انت تمهدين ترى مهم هذا جيد يعني شوفي مع الوقت يبدي يتاثر او احيانا مع الاصدقاء يتاثر احيانا ترى الصديق ياثر فانت ممكن يكون عامل دخول الصديق مؤثر له في تجربه كل جديد 3 التدريب على كتابه الاهداف هذه ليش مهمة؟ تذكرون احنا مساعدة دخلنا في تمرين مع بعض لما قلت لكم حق اللي 10 سنوات واحدة من أفكار الثقة بالنفس انه يكتب 10 ميزات مو صح؟ زين ونعلقها على الجدار ويشوفها كل يوم وقلت لكم لما يجي وقت الدراسة يحط ايش متوقع يجيب في اللغة العربية نتيجة مو صح؟ وايش متوقع يجيب بالانجليزي مثلا A B C يشتغل للهدف إذا حقق الهدف هذا تعطيه ثقة بالنفس وقلنا هني ملاحظة صغيرة انه اذا حط اهداف عالية وانت عارفة انها هي اعلى من مستوى نقشي عشان ينزل من الهدف ويخليها على مستوى طاقته وامكانياته تمام؟ دكتور ممكن ابلش هذا الشيء من اي عمر؟ كتابة الاهداف؟ اي حتى لو كان هدف بسيط شوفي ممكن تبدين من عمر 2 بس شلون؟ تذكرين تمرين الصينية اللي قلنا لكم اياه اليوم؟ طيب هذا هدف وعمر الطفل 2 صح انه ما قلنا له هدف بس التمرين قاعد يوصل للهدف خلاص طيب تنمية المهارات شوفوا احنا عندنا مهارات وعندنا قدرات تعرفون الفرق ولا لا شنو مهارة شنو قدرة المهارة يمكن الميول ماله مثل هوايته صح المهارة صحيح المهارة شيء يكتسب شيء جديد زين يعني مثلا
أنا ما أعرف أتكلم فرنسي، أنا الحين قاعد أتعلم أتكلم فرنسي، فصار عندي مهارة الكلام باللغة الفرنسية مهارة. أنا ما أعرف نجارة، فتعلمت شلون أتعامل مع الخشب، صار عندي مهارة النجار مهارة. القدرة لا، مو شيء أنا أخذه، هو موجود فيني، بس أنا إيش قاعد أسوي؟ أنمي. صح، يعني أنا الحين أنا أقدر أتحرك صح؟ بس لو كل يوم أتدرب ساعة شو تصير حركتي؟ أسرع. أسرع معناتها هي في الأساس موجودة عندي. ها؟ أنا عارف أتكلم بس أنا ما عندي القدرة أني أواجه جمهور، ما عندي شجاعة، فأنتوا جبتوني قلتوا لي يلا تكلم وخلي يشوفونك وكذا، فأخذت أنا قدرة مواجهة الجمهور، بس أنا عارف أتكلم. إذا الفرق بين المهارة والقدرة أن المهارة شيء جديد أنا أخذه، القدرة في الطفل الله خلق فيه قدرات. إحنا دورنا شنو كمربين؟ ننمي هذه القدرات، ننميها نكبرها خلاص تمام. مثل ما يتدرب يسوق العجلة دراجة القاري، هو عنده قدرة بس يحتاج تدريب خلاص. طيب هذا موضوع مهم في تعزيز الثقة، يعني أنا أغرس عنده مفهوم إن المهم الله يرضى عني. شو اللي يخلي الإنسان ضعيف الثقة؟ إن الناس عنده مهمين، فدائما يشوف إيش يبون الناس، فأصير أنا تبع الناس. شو يحبون الناس؟ شنو يبون الناس؟ طيب أنا صار بشخصيتي ذابت، ذابت في منو؟ ذابت في الناس. صرت أنا أتكلم على مزاج الناس، ألبس على مزاج الناس، أمشي على مزاج الناس، صار الناس هم رقم واحد في حياتي. هذا أبوي كان يعلمنا إياها، يقول إذا مو حرام ولا عيب سوي اللي تبينه. ممتاز، أي قاعدة حلوة. إذا مو حرام ولا عيب سوي، ولا عيب سوي اللي تبينه. أبوك كان يقول فيها لا حلوة، هي قاعدة جيدة. زين، ما هو الصواب؟ إن مو الناس رقم واحد في حياتي، الله رقم واحد في حياتي. لما تعززون هذا المفهوم في الطفل إنه الله يرضى عني، الله رقم واحد، الله رقم واحد، المهم الله راضي، المهم الله طلب مني، المهم الله. لما تكلم الله 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 الله, الله. كذي صار كبر الله وصغروا الناس. صار الحين لو أنا بلبس شيء ولا بتكلم ولا كذا مو عاجب الناس بس عاجب الله، أنا ما عندي مشكلة ولا يصير عندي ضعف بالثقة بالنفس. بس هذه يبي لها شوية تربية ذكية. بس إذا التعليق إن ماما أنت كلها تتكلمين في الدين. لحظة، هذه نقطة مهمة. هم يقولون لها إنه ماما دائما تتكلمين في الدين. يمكن انت قاعد تتكلمين وايد في الدين. لا والله، يصير موقف، لا يصير موقف. فلما ان اقول له ان الله مثلا ما يرضى عنا واضرب له مثل، بس شوف انتبهوا، اكو بعض الامهات يستخدمون الله لما يصير موقفهم ضعيف. يعني انت قاعد تربين ولدك على شيء معين وهو مو مستجيب، تقول ترى شوف ترى الله ما يحب اللي يعني رحتي دخلتي الله لان انت ضعيفه، دخلتي الله علشان تبينه هو لا كذي. انت بيني وبينك كذي انت قدمتي الله بصوره ما هي جيده. مو صح، لا تكذب، ترى اذا انت كذاب الله يوديك النار اصلا. الكلام بس لحظه، انت لما تقول اذا انت كذاب الله يوديك النار، ترى المعلومه اللي قاعد تقولها غلط. تدرين ليش؟ يعني لو ولدك هذا اللي عمره 7 سنين دارس شريعة إسلامية، كان رد عليك، لو هو فقيه كان رد عليك قالت ماما الله ما يدخل الأطفال النار. هاي معلومة شرعية هذه، ولذلك أنت قاعد تعطينا معلومة غلط. لما تقولي له أنت الكذاب الله يدخلك، الله ما يدخله هو، الله يدخل الكاذب، الله يعاقب الكاذب. يمكن الله يعفو عن الكاذب، ترى انت ما ادري، الله اعلم. يعني يمكن الله يرحم الكاذب، يمكن الله يعاقب الكاذب، يمكن الله يعذب الكاذب. ليش احنا اخترنا بس هذه؟ عشان ما يكذب. اي بس انت معناته قاعد تستخدمين الله بطريقه في التربيه مو صح. هو احنا لازم نحبب الطفل بالله. هي مو دائما. ما نخوف الطفل بالله. بس لما نمل من موضوع معين مثل الصلاه،
وانا ما عندي الا طول اليوم اذكر. طيب يعني انا عندي واحد من الاطفال ذاك اليوم صدقوني الام تقول يعني ولدي عمره 7 سنين قال ماما انا ما احب الله. قال لها ليش؟ قال ماما الله ما يحب احد. شوفي طبعا لما سالت الام ولا هي شغاله على ليل نهار الله ما يحب الكذاب الله ما يحب الخاين الله ما يحب الغدار الله ما يحب اللي ما يطيع امه وابوه الله ما يعني شنو هالله؟ لا والله حتى احنا بعد ما نحب الله كذي الطفل صار يسيء. ليش؟ لان الام شغاله كل شيء الله 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 على بالها بتربي ولدها. لا انت تعلمي مهارات تربويه الولد يتربى. ليش تدخله الله 24 ساعه؟ دخلنا الله ندخله بإيجابية يعني. ده ما أقول ما يحب الكذابين يقول الله يحب اللي يقولون صح. وإذا دخلتي الله دخلي بإيجابية. قاعد أقول لكم ليش الأطفال ضعيفين الثقة بالنفس؟ لأن إحنا قاعدين نجلدهم جلد ما قاعدين نعطيهم نفس. هذا مو صحيح. الاهتمام باللباس والزينة انتبهوا هذه واحدة من النقاط اللي تعزز الثقة بالنفس. إن نخلي عيالنا لبسهم اللبس جيد اللبس نظيف. واحد لما يكون لبسه نظيف ترى يعطي ثقة بالنفس. ها يعني لما يقابل الناس ما يستحي ولا يسوي كذي ولا ها ولا يسوي كذي. لا عنده ثقة إنه يقابل الناس بلبسه لأنه مرتب لأنه نظيف جيد وبالتالي هو ما عنده مشكل. وهني أكو نقطة مهمة أنا قاعد أشوف الجيل اليوم هذه فاقدها إن لكل مناسبة لبس. اليوم الجيل هذا ما عنده المفهوم شورت ونعالم صبح حق كل مكان. اي يروح الجامعه شورت ونعالم صبح يركب طياره مطار شورت ونعالم صبح ما ادري وين راح هذا المول شورت ونعالم صبح ما احنا عارفين الشورت حق وين. فصار اللبس ما له هويه. لا هذا المفروض من الصغر يعرفون بابا تبي تنام تلبس لبس النوم تقعد في البيت تلبس لبس البيت تطلع تلبس لبس الطلعة والطلعة تفرق بتروح بيت يدك ويدتك تلبس لبس زوارة أكو لبس اسمه لبس زوارة. نعلمهم أسماء اللباس. بتروح مع أبوك بتروح ديوانية مع أبوك تلبس بابا لبس الديوانية مسيد. بتروح المسيد تلبس لبس المسيد وكله يفسخ يلبس باليوم 3-4 مرات ترى عادي. بس كل مكان كل نشاط له لبسه هذا يعطي ثقة بالنفس. كذي يكون هو متربي صح. حتى يتعود علي أنا بنتي لبس الشالي غير لبس اللي حق السوق. هذا جيد. غير لبس بيتي. طبعاً حتى لبس الرياضة غير لبس الشالي غير. طبعاً لبس الإجازة الجمعة والسبت اللبس غير. طبعاً طبعاً طيب. الارتباط بالله بالصلاة والذكر هذه مهمة في الأطفال إنه حتى أنتم يشوفونكم لما تصير عندكم مصيبة ولا مشكلة يشوفونكم تذكرون الله يعني تلجؤون إلى الله وقت الضعف. لأن الضعف الإنسان تضعف ثقته بنفسه وتضعف ثقته بقدراته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الطائف لما راح الطائف وبدأ يرمون بالحجارة قال اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين فأعجز. يعني ما بيعتمد على نفسي فأعجز. إذا نتوكل على من؟ على الله عز وجل. هذا المفهوم مهم تربويا أن ننزل على الأطفال. بابا شوفوا الباكستانيين عندهم صفة وايد حلوة في التربية. شوفوا أي طفل باكستاني لو عمره 3 سنوات قاعد يصلي بعد الصلاة يرفع يده. أصلا عندهم إياها هذه هذه أساسية أساسية. أي باكستاني يصلي يرفع يده بعد الصلاة يدعو حتى لو أطفال صغار. فإذا هم سووها روتين في حياتهم. ها يعني مثل أذكار الصباح أذكار المساء أنتوا حولوها روتين. طبعا شو يعني روتين؟ يعني عادة. شنو يعني عادة؟ يعني تلتزمون 14 يوم فيها. وانتو شلون كيف تكسبون الطفل عادة جديدة؟ يعني انا الحين بخلي ولدي يفرش اسنانه كل يوم صح؟ كيف انا اربيه على تفريش الاسنان كل يوم؟ التزم معاه 14 يوم باليوم 15 تركي تحولت عادة. دكتور انا لاحظت مخالف
متابعين بس متابعتك راح تكون ضعيفه، ما تحتاجين المتابعه اللي كانت اليوم الثاني والثالث. اي عاده حتى لو انت الحين خلينا نقول عندك صفه مو عاجبتك في نفسك مثلا، تبي تحطين صفه جديده في نفسك، التزمي بالجديده 14 يوم راح تتحول حياتك الى روتين بهالصفه. اذا تحولت روتين صارت عاده. انا جربتها مع واحد مدخن قلت بس 14 يوم جرب. مره واحد في رمضان قلت له انت في رمضان 30 يوم من الفجر للمغرب ما تدخن، قلت له كمل بعد رمضان من الفجر للمغرب لا تدخن، دخن بعد المغرب. مشت معه. اذا اي عاده نبي نكسبها او نخلي اولادنا ياخذونها 14 يوم ابد راح ياخذونها. طيب نكمل. العيش مع اسماء الله وصفاته، يعني الحين في بعض الاسماء والصفات لها علاقه بالثقه. مثلا من يعطيني هاتوا اشوف اسم من قوي من عندكم؟ جبار، العزيز، جبار، قادر، الفتاح، جيد، هذا اللي يسكر في الدنيا. المتكبر، تمشي، القادر، تمام، بعد الرحمن، تمشي، الكريم، مشي، بس اكو شيء اقوى من شيء طبعا، ها؟ في شيء مباشر، القوي مباشر، المهيمن مباشر، الجبار مباشر، القهار صح. هذه الأسماء لازم هم يفهمونها ولازم أنتم تدربونهم. أنتم شلونكم في أسماء الله وصفاته؟ زينين مو زينين؟ في دكتور راتب النابلسي تعرفونه، عنده برنامج حلو في اليوتيوب يشرح أسماء الله وصفاته. في الشيخ الشعراوي الله يرحمه هم عنده برنامج حلو. دكتور أنا عندي عادة كانت من يوم الجمعة صارت عندي عادة أذكر لفظ الجلالة جيد استغفر الله لا حول ولا قوة بشكل إرادي صارت الحين معي، بس فلما أعصب عليه أقول له استغفر الله، فهو ما يعرف أرد عليه، فهو صاير لما يعصب ويشوفني أنا أسوي شيء وما هو قادر يرد عليه يقول استغفر الله. شفتي؟ أخذها منك. حتى سالفة لأن شوف الطفل أول ما ينولد عنده خمس كاميرات شغال 24 ساعة والكاميرات الخمسة تلقط، يعني البصر من عمره يوم، صح انه ما قاعد يشوف 100% الطفل، ما يشوف 100%، بعد 7 شهور يلا يبدي يشوف 100%، زين؟ بس قادر يشوف، يعني لما الام تضحك هو يشوف البوها، احنا نقول حاس بالبوها، ها؟ بس الاذن عنده شغاله 100%، كاميرا الاذن شغاله يميز صوتك لو من 1000 يجيبك. اللمس اللي هو هذه حاسه، هاي كاميرا، ها اللمس كاميرا، هذه اللمسه يجيبها من وين ما يكون. الشم كاميرا عند الطفل، الشم، ولذلك الشم مفيد جدا للطفل. لما تقربينه مثلا من صدرك وقت الرضاعه الطبيعيه الريحه، ريحه جلد الام مهمه جدا في تربيه ونمو الطفل، ولذلك الريحه فتحت عين يعقوب عليه السلام إني لأجد ريح يوسف، فالريحة فتحت عينه، يعني عنده مرض بعينه تم علاج هذا المرض من ريحة ولده. وكل إنسان له ريحة ترى، ما في اثنين نفس الريحة. يعني أنا لما درست قانون درست علم الجريمة، كانوا يدرسونا لما تشوف وقت الجريمة مجرم سوى جريمة في ريحة للمجرم هي بصمة ما تلقون مثلها في العالم كله، ولذلك تكرمون لما تجيبون الكلاب الكلب يصيد من الريحه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر النساء ان يحطون عطور مغريه ويمشون بين الرجال، لان الريحه تجذب والريحه مؤثره. فالطفل واحده من وسائلنا في التربيه ان احنا نربيه من خلال الرائحه، فالريحه تعتبر وسيله تربويه. اذا عنده خمس كاميرات وهو طفل صغير، احنا في معين مثلا عندنا خطه تربويه تبدا من عمر 2 ل 15 سنه، عباره عن خطه سنويه نرسلها لكم، وكل اسبوع على الهاتف النقال تجيكم القيمه، كل اسبوع
سواء عندكم الاي او اس الايفون او الاندرويد تنزلونها من الابل ستور او من المتجر تطبيق معين، وبمجرد ما تنزلونها تحطون تاريخ ميلاد الاطفال كل اسبوع انا ارسل لكم قيمه وتيكم ها حلوه ربع اي لا ومع القيمه تيكم العابها صح وفيديوهاتها ووسائلها وبس. وبعدين من تطبقون القيمه خلال اسبوع اذا واجهتكم مشكله بس كتبوا لي المشكله رد سريع يا تشرد على طول ما تاخرون خلال 48 ساعه هيك الرد اقل والله لا وبعدين هيك الرد عباره عن خطوات عمليه شنو تقصدين ايوه وطبقتي الرد طبعا وحتى اذا ما نجحتي بالرد ما خلينا نفترض ما نجحتي ردي علينا تعالينا قولي لنا ترى انتم اعطيتوني حلول بس ترى هم ما مشت مع ولدي نعطيك حلول ثانيه يعني انا اطول طفل احنا اشتغلنا عليه الام والاب يطرشوا لنا حل المشاكل ونطرش حل نطر على مشكله واحده اطول طفل اشتغلنا عليه في معين اخذ معنا 6 اشهر ما شاء الله 6 اشهر بس شنو رساله رايحه رساله راده رساله رايحه مع على الام قيمة على قيمه واحده 6 اشهر بالست اشهر قالت لنا الام خلاص انغرست القيمه لما فصلنا في سبحان الله واحده من الحالات عندنا في معين بدت الام تشتكي من الولد نقول لها ما يصير احنا مصممين قيمة على عمره قالت ابدا ابدا ما يصير يعني احنا عندنا الحين كم طفل ما شاء الله احنا نشتغل بسبعين دولة ما شاء الله لا ايه معين بسبعين دولة قاعد نشتغل وعندنا وايد اسر في العالم الشكوى الوحيدة اللي تقول لنا هالتمرين اللي اعطيتوا لنا اياه ما يمشي مع ولدي سألناها ثلاث اربع اسئلة شنو طلع طلع الطفل عمره 5 سنين بس عقله 3 سنين لا العقل ما قاعد ينمو بشكل جيد فاحنا قاعد نعطيها تمرين بخمس سنين طبقه على الطفل ما قاعد يتجاوب معاها لانه عقله 3 طبعا اكتشفت هالسالفه من ورا معين سبحان الله الحين دخلت عادي برعايه خاصه فيعاملون الطفل معامله انه بس الحمد لله اللي تلاحقت عليه في البدايه شو سبحان الله فالشاهد او يصير العكس دكتور او يصير العكس صح يصير متقدم صح ما شاء الله صحيح فعلى كل حال يعني هذا بس موضوع اللي هو افكار ذكيه لتعزيز الثقه بالنفس زين ندخل الان الى مبحث